صرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان بأن وزارة الإسكان قامت اليوم بتسليم شهادات استحقاق وحدات مشروع اللوزي على المواطنين المستحقين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة لتوزيع 3200 وحدة سكنية، والتي أمر بتوزيعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يلبي احتياجات المواطنين في كافة محافظات المملكة. وأضاف الحيدان أن الوزارة تواصلت مع المواطنين المستوفين للمعايير والشروط الإسكانية المرشحين للاستفادة من مشروع اللوزي الإسكاني من أجل إتمام إجراءات استلام شهادات الاستحقاق، مشيرا إلى أن عملية تسليم الشهادات للوحدات السكنية جرت بسلاسة وسط استحسان وأجواء من الفرحة من المواطنين. في إطار برنامج توزيع 3200 وحدة إضافية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة الإسكان بتسليم شهادات استحقاق وحدات مشروع اللوزي على المواطنين المستحقين من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة. اليوم لله الحمد تم الانتهاء من توزيع شهادات تخصيص وحدات مشروع اللوزي الإسكاني، وهو المشروع الثالث من ضمن سبع مشاريع راح يتم توزيعها إن شاء الله بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3200 وحدة سكنية إضافية. اليوم لله الحمد الكل قاعد يشوف الزيادة والتسارع في الخدمات الإسكانية وتوزيعات الخدمات الإسكانية وخصوصا الوحدات، وهذه نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الإسكاني. الوزارة أكدت استمرارها في وضع أنسب الحلول والآليات التي تضمن تقديم خدمات إسكانية تلبي الطلبات المدرجة بما يحقق الفائدة المرجوة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة والحكومة، وتسهم في تلبية طموحات المواطن البحريني في توفير السكن الملائم له. أشكر وزارة الإسكان مقصرة ومعونة والحمد لله، واليوم خلصت إجراءاتي في التأمينات ويت هني بعد الإسكان احنا بخلص إجراءاتي إن شاء الله بإذن الله عن قريب إن شاء الله حصل المفتاح وأخلي عيالي يستونسون، بس ما أخذته علشان عيالي. جزاكم الله خير. واشكر ولي العهد على جهوده ما قصر، الله يطول في عمره ويخلي لنا يا رب العالمين، ويخلي لنا ملكنا ولي عهدنا، ويخلي الشيخ خليفة جزاهم الله خير ما قصروا. البداية أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، وأشكر الملك وولي العهد وتوصياته السريعة، وصراحة يعني ما قصر وكل شيء كان ميسر، وشعورنا كفاية الضحكة ابتسام على وجوه الكل، وأفلج صدور ناس واجد والحمد لله، والشكر إليهم والموصول إلى كل المسؤولين. حابين أولا نشكر الوزارة ونشكر القيادة الرشيدة، وشعور لا يوصف، مستانسين كلش. أول شيء الشكر لله سبحانه وتعالى، وأشكر جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء على تسريع وحدات الإسكانية. الحمد لله أنا اليوم مستانس تخصيص استلامي شهادة الوحدة السكنية في المنطقة اللي أنا كنت أبغي فيها، يعني لما ما كنت متوقع يعني أن أنا أحصل على هاي المنطقة، الحمد لله. وأشكر جلالة الملك، وأشكر سمو ولي العهد اللي ما قصر، وأشكر سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الله يحفظهم لنا قيادتنا الرشيدة. طبعا اليوم حصلت على وحدة سكنية في مشروع اللوزي، وانا الحمد لله انا ساكن في نفس المنطقة، والحمد لله حصلت على وانا في نفس المنطقة. واشكر ولي العهد على توجيهات حق الوزارة ان توزيع الوحدات السكنية، واشكر وزارة الإسكان. ومن المقرر ان تباشر وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة إجراءات توزيع وتخصيص وحدات عدد من المشاريع كمشروع الحجيات ومشروع إسكان الرملي ومشروع مدينة شرق الحد، لتنتهي بتوزيع مشروع رياض عسكر
مشيرا إلى أن هذه المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها تندرج تحت مظلة برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي لبناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.